السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله، انا باخد الفراولاية بشيل اللي هو البرعم اللي هو الاخضر ده، الوردة الخضرة ديت اهي كده، وده كله من غير غسيل. شوفي الكيس لسه هو تمشي ما غسلتهاش، وبروح عاملها نصين كده اهو اهو. وتجيبي الفراولة اللي انت هتعمليها مربى تكون جامدة، يعني ما تكونش طرية خالص كده. باخد اللي هي الخضرة ديت، الوردة الخضرة ديت اهي، وبروح عاملها نصين كده اهو، والكبيرة الخالص زي ديت اهو بعملها تلات اهو، تلاتة كده. ده في ناس بتغسلها الاول، مهما تغسليها بيبقى فيه رمل تحت العنقود اللي هو الاخضر ده، البرعم الاخضر ده بيبقى فيه رمل لان هي بتنزرع في الصوب، فكده احسن اهو. هي لسه ما اتغسلتش اهو بالكيس اهو، لما تشتريها تعملها على طول اهي. احنا بنحب مربة الفراولة تكون الحتة بحتتها كده زي الجاهزة. في ناس لما على وشك ان هي تكون هتستوي بيعملوها بالهاند بلندر، او بيعملوها في الكوز بتاع الخلاط بتبقى كريمي كده، لكن احنا بنحبها يعني ايه بالشكل ده كده اهو. الفراولة كتير اليومين دول، لو تجيبوها تعملوها علشان مربى في السحور في رمضان كل سنة وانتم طيبين. والفاكهة كتير اليومين دول وأسعارها كويسة، اللي عاوز يفرسها يعملها عصير، اللي عاوز المربات بتبقى كويسة في السحور في رمضان، فهي بتبقى فرص يعني. وأنا أحب أشوف الفراولة كده بيبقى شكلها كده يفرح كده وبيفرح. اهو انا خلصتهم اهوت، هاخدهم اغسلهم اهوت يا حبايب. انا غسلتهم اهو، تعرفين انا غسلتهم ازاي؟ جبت مصفى وحطيت بعد ما عملت الخرط ديت حطيتهم تحت الحنفيه، المصفى حطيتها تحت الحنفيه، حطيت ده كله في المصفى لو فيه غباره فيه رملايه، لان طبعا احنا عارفين ان الفراوله ديت عاوزه غسيل كويس خالص، مش تدعكيها يعني، لا يعني كده، لان طبعا هي بتبقى حساسه شويه وروحها ما فيهاش روح، فبتبقى انا عاوزه حساسيه شويه في الغسيل. فانا غسلتها اهوت وحطيتها في البوله ديت، وهحط عليها كيلو سكر بحال، كيلو سكر دول 2 كيلو فراوله على فكره. عاوزه تعملي كيلو تحطي نص كيلو سكر، 2 كيلو زي ما انا عملت كده، وهعملها كده اغلفها بالسكر كلها. كده وحبيتها ليله بحالها في التلاجه، هتنزل الميه اللي فيها والبياض اللي هو في اللي فيها ده اللي هو اللي جوه ده هيبقى احمر، هتسرد ميتها ما يتحطلهاش ميه خالص، هي هتسرد ميتها، السكر هيخليها تنزل الميه. فانا حبيتها ليله في التلاجة وهنشوف بعد كده هنعمل فيها ايه. اهي يا حبايب بعد ما طلعتها ليله كامله، شايفين الميه حمرا ازاي؟ شايفين؟ اهي يا حبايب انا حطيتها في الحله، الحله لازم تكون كبيره، شايفين الحله اهيت، يعني مش بسوى المربى بالظبط المقدار لا. ولو عاوزه تخفف السكر براحتك، انا حطيت كيلو سكر على 2 كيلو، 2 كيلو فراوله. لو انت عاوزه تخفف السكر بس تتاكل على طول، لان السكر ده ماده حافظه، انا حطيتها اهيت على البوتاجاز. لازم الحله تكون تستحمل لان ممكن يحصل فورات، وبتبقى عاوزه يعني شغل على طول يعني يكون جامد شويه، يعني
ممكن تخلطي على طول، يعني تجيبي اللي تقلبي اللي تحت تجيبي فوق، واللي فوق تجيبي تحت. فلازم الحلة تكون تستحمل شوية. انا حطيتها في حلة صاجة اهيت، وهعلي عليها اول مرة تعلي عليها، عم علي عليها خلاص اهو. الاول تعلي عليها، ولسه لما تغلي هنرجع لها تاني. هي ابتدأت في الغليان اهيت، لما تغلي اوطى عليها، لان شايفه هترتفع ازاي، ممكن تفور منك اهيت. انا وطيت عليها اهيت وما سيبهاش وتمشي، لازم عاوزه تقليم مستمر على طول. طول ما انت عندها تعلي، يعني لو انت مش هتسيبيها تعلي علشان تتبخر اكتر. سبتيها توطي اهو، سبتها وهتمشي توطي بس على طول مع التقليب المستمر اهو. والريم ده ما بيطلعش، اللي هو الابيض ده بنساب فيه، لان ده مربى، الرغاوي ديت مربى مش زي الشوربة او حاجات تانية يعني في الطبيخ، ده بينساب. شايفة انا عندها هيت ما بسهاش عنها واسيبها وامشي، يعني مخلية النار وسط كده علشان تتبخر. عاوزة تحط لها اي منكهات، انا بحب الفانيليا، احنا بنحب الفانيليا على الاكل، بتديها ريحة حلوة كده محببة للنفس كده، وبتريح الاعصاب. الفانيليا ديت هي بتخلي الحتة حلوة مع التقليب المستمر. طول ما انا عندها اعلي، احنا سبتها مثلا تروحي تغسلي الصحن، تغسلي اي حاجة كده على الحوض، ما تسيبهاش عالية الا تفور زي اللبن بتفور. في حاجة اللي هو السر في عمايل المربى، مربى تكون احسن من الجاهزة كمان، اللي هو دريم، اللي هو جيلي دريم، يعني اي نوع من الانواع، الجيلي الفراولة ده ممتاز، بيخليها اختراع يعني للمربى ديت. اهيت يا حبايب، باكل جيلي هفضيه عليها، ده بيخليها روعة، سر في عمايل مربى الفراولة، جيلي الفراولة. بصراحة الباكو ده بيخليها روعة، يعني هتعتمدي على طول، هتعتمدي الباكو ده على طول لما تعملي مربى الفراولة، مش هتعرفي ان انت تعمليها من غيره. في ناس بتحط البنجر الاحمر عليها يديلها لون، بس انا بفضل الجيلي، الجيلي الفراوله. وبعدين سبتها شويه اهو بعد الجيلي الفراوله، وهحط العصير الليمون، دول عصير ليمونتين. بعلي برضو عليها شويه كده عشان تتبخر، اعلي واوطي، يعني انت مثال لها كده وانت عندها. في ناس بتخاف وتعمل مربى الفراوله، يعني ممكن لو لا قدر الله ربطت منك وسكرها كان زياده وحجرت كده، تحطها على النار تاني وتحط لها شويه ميه هتفك معاكي، يعني ما تخليهاش تجمد خالص. وهي على وشك السوا كده بتاخد شويه كده، وتاخد الصحن زي ده وتحطيهم كده، لو نزل بسرعه كده يبقى لسه ما استوتش، لو الخط بسرعه كده نزل يبقى لسه ما استوتش، تسيبيها شويه. اهي حبايب، هي كده استوت اهيت ما شاء الله اهي، هسيبها تهدى شويه، لان الجيلي هيخليها تربط زي ما انت تعملي جيلي لوحده كده.
هسيبها تهدى شويه. هيت يا حبايب، لما هديت خالص اهي ما شاء الله حاجه تحفه. ده انا هحطها في البوله هنا ديت علشان دول هناكلهم الاول كده. اهيت لما تهدى خالص انا هعبيها في البرطمانات اهيت ان شاء الله كده هتجربوها على طول. ما شاء الله احسن من الجاهزه. هي من حلاوتها خدوها كده في صحون كده وبولات واكلوها، ففضل شويه هعبيهم في علبه الحلاوه الطحينيه ديت. شايفه ما شاء الله، شايفه شايفه السمك بتاعها ما شاء الله احلى من الجاهزه 100 مره. لما تيجي تعبيها في زجاجات يعني من الازاز تعقميه الاول، لكن ديت علبه حلاوه طحينيه بس هي بردت خالص، ما تحطيش وهي سخنه في علبه بلاستيك زي ديت، هي بارده خالص اهي. فانا كده علشان احفظها احنا اكلنا منها كده في بولات الاول وديت يعني الناس منها. فانا ايه ديت اللي هي علبه الحلاوه الطحينيه دي بلاستيك، ولسه هعبي منها كمان، لسه هعبي كمان فاضل ده برضو برطمان اهوت هعبي فيه حاجه ريحتها ما شاء الله. الفانيليا مخليه ريحتها ما شاء الله. شايفه السمك بتاعها احلى من الجاهزه. واليومين دول الفراوله كتير تعمليها لسحور رمضان وبتبقى مرغوبه للصغيرين والكبار. هم اللي فاضلين العلبه ديت والبرطمان نص اهوت، وفضل برضو شويه في الحله حاجه يعني ما شاء الله. اتمنى ان انتوا تجربوها. شايفه ودمتم في امان الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.